متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم وجوله عالميه جديده في اسواق المال والاعمال والشركات والطاقه، وكل جديد اليوم الخميس 15 اغسطس 2024 تاتيكم من بنكير، فابقوا معنا. بنكير نبض البنوك. والبداية من الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحات رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا رافائيل بوستيك حول الاستعداد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتحمل الفيدرالي التأخير في تيسير السياسة النقدية. ومن جانبه قال رئيس البنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو أوستن جولسبي إن أسعار الفائدة الحالية تعتبر مشددة للغاية، مشيرا إلى أنه أصبح أكثر قلقا بشأن بيانات الوظائف المخيبة للأمالة. وتباطأت وتيرة ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يوليو الماضي للشهر الرابع على التوالي إلى 2.9% على أساس سنوي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين، مما عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة. وتباطأت وتيرة ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي للشهر الرابع على التوالي إلى 2.9% على أساس سنوي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. ما زلنا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حققت عشرات المليارات سنويا من إيرادات التعليم العالي، وقالت التقارير أنه مع بدء العام الدراسي الجديد يتجه ملايين الشباب إلى الكليات، بما في ذلك عدد كبير من الطلاب الدوليين، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فسوف يلتحق حوالي مليون طالب من مختلف البلدان بمؤسسات التعليم العالي الأمريكية هذا العام. ويقدم هؤلاء الطلاب الدوليين سهمة اقتصادية كبيرة، حيث يضخون أكثر من 40 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي ويدعمون أكثر من 368 ألف وظيفة، وتجاوز انفاقهم الرسوم الدراسية بكثيرة، حيث يشمل كل شيء من إيجارات المساكن إلى خدمات توصيل الطعام، هو ما يقترب من أعلى مستوى لي على الإطلاق. وبحسب مجلة CEO World بأن التعليم العالي أصبح أحد أهم صادرات أمريكا، حيث احتل المرتبة العاشرة بين الصادرات الرائدة وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. ومع ذلك فإن هذا التصدير هو في الواقع استيراد للطلاب الدوليين الذين يجلبون مواردهم المالية إلى الاقتصاد الأمريكي. من الولايات المتحدة إلى اليابان، والتي قررت إلغاء مئات الرحلات الجوية والبرية مع اقتراب إعصار أمبيلا. ووفق تقارير الأرصاد، اقترب الإعصار أمبيل من العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس، ما دفع شركات الطيران إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وأدى لتعليق بعض عمليات السكك الحديدية في موسم ذروة السفر في الصيف. وكان الإعصار الذي صنفته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأنه قوي على بعد نحو 690 كيلومتر قبالة ساحل اليابان على المحيط الهادي في الساعة 9 صباحا، متجها نحو طوكيو والمناطق المحيطة بها. وهناك تصنيفان للأعصير لدى الوكالة، هما قوي جدا وعنيف. والأخبار الشركات، حيث قررت شركة أبل لأول مرة السماح لأطراف ثالثة باستخدام شريحة الدفع الإلكتروني لأول مرة. ووفق التفاصيل، ستبدأ شركة أبل في السماح لأطراف ثالثة باستخدام شريحة الدفع الخاصة بجهاز آيفون لإتمام المعاملات المالية، وهي خطوة تسمح للبنوك ومقدمي الخدمات الآخرين بالتنافس مع منصة أبل باي. وتأتي هذه الخطوة التي أعلن عنها أمس الأربعاء في أعقاب سنوات من الضغوط من جانب الهيئات التنظيمية، بما في ذلك الجهات التابعة للاتحاد الأوروبي. قالت أبل إنها ستسمح للمطورين باستخدام هذه الشريحة بدءا من تحديث iOS 18 القادم لنظام تشغيل آيفون، وتعتمد هذه الشريحة على تقنية الاتصال قريب المدى NFC لتبادل المعلومات عند اقتراب الهاتف من جهاز آخر. الخبر الأخير من جولتنا العالمية من الإمارات العربية المتحدة، حيث تراجعت أرباح مجموعة موانئ دبي العالمية DP World بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 265 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وذلك وفق البيانات المالية المنشورة على موقع بورصة ناسداك دبي اليوم الخميس. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليمة، شهد عام 2024 تدهور الظروف الجيوسياسية وانقطاعات في سلاسل التوريد العالمية بسبب أزمة البحر الأحمر. وبكده متابعينا نكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية، كان معكم مصطفى إبراهيم وإلى اللقاء. بنكير نبض البنوك.